أيها الشعب، فبحيث أنا هو رئيسكم الجديد. رئيس، رئيس على روحك يا بابا، تدارني هي الرئيسة، فهمت؟ يا ولا حويل، تشكون فيكم الرئيس؟ أشكون الرئيس؟ يا نيجي، كيفاش توا؟ ها، تي مشترى فيا نلعب بالبلاي، نكمل نلعب ونحكي وكذا. بلاي هكا، البلاد خايضة والحزب داخل بعض وانتي تقولي بلاي. باهي، وشنو تحبي نعمل أنا توا، فهمت الله؟ تي قوم تحرك، شوف حل في الحزب قبل ما يهربوا عليك ويعملوا حزب آخر. يا فتحية، هذه الأمور ما تفهمهاش، فهمت الله؟ هاوكا عندي حامض ولدي وحسن زرقون لاهين بكل شيء وكذا. تي هاو طلعوا ومش متفاهمين، عجبك اللي صار بالحتلولة؟ عركوا تكسيرة؟ باهي شنو الحل حسب رأيك وكذا؟ الحل لازمك تجيبهم بحذيك وتصالحهم. عندي حلم خير، أتو نسدي أعضاء الحزب الكل ونركح الأمور معهم. بيهي، هذه فكرة. ميلا تو نكلم الجماعة باش ينظموا صالة الضيافة ويجيبوا الغلة والماكلة باش نفرحوا بيهم، ماك تعرفهم يموتوا على الماكلة. باهي اسمعني، ولدك ما تعيطش عليه قدام العباد، فهمت الله؟ ما تخافش، المهم أنت تفهم معاهم قبل ما تكبر الحكاية. باهي يطمئنوا كذا. الو اقلص. وي ثناجي. اطلب لي القواعد نتاع الحزب وقل لهم العشيه الكل يجيو للقصر عندنا اجتماع وكذا. وسي حامد ولدك نكلمو ثناجي. قلت لك كلهم، الكل كلمهم. باهي، وسي حسن زرقون. اقلص ما تنرفزنيش وكذا، قل لهم الثلاثه نتاع العشيه نحبكم الكل قدامي وكذا. حاضر ثناجي. اشكون الرئيس؟ يا نيجي، توا ثلاثة ودارجين وما جا حد. والله غريبة وكذا، حتى أنا مانيش فاهم. يا أخي أنتي قداش استدعيت من واحد؟ استدعيتهم الكل وكذا، فوق 300 واحد. يا ناري عليك يا فتحية على هيك الحلو والغلة والجوي اللي باش يطيشوا. أنتي هكا فاش خممت يا فتحية؟ توا هكا أنا نحكي في حكاية ودي تحكي في حكاية أخرى وكذا. اقلص شي الحكايه، فهمت الله؟ سناجي انا نكلم فيهم، تليفوناتهم الكل مسكرين. يكلم سي حسن زرقون وكذا. سناجي مسكر كيف. باي كلم حامض ولدي وكذا. لحظه واحده سناجي. معك سناجي. يا حامض، سو هكا تعملها في بوك وما تجيش وكذا. صحيح انت بابا، اما نجمو نتخالفوا في ارائنا ومواقفنا، فهمت لا تكون مختلفه، فبحيث بالله هكا وكذا. فهمتك يا حافظ، انت طمع في الكرسي، فهمت الله؟ ايها الشعب، فبحيث انا هو رئيسكم الجديد. رئيس، رئيس على روحك يا بابا، تدارني الرئيسه، فهمت؟ يا ولا حويل، تشكون فيكم الرئيس؟ اشكون الرئيس؟